السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عروض رنين يوم الأحد والاثنين إن شاء الله. في حلقة النهاردة هنتكلم مع بعض عن عرض من عروض رنين يوم الأحد والاثنين. حلقة مليانة بأجهزة كتير جدا وشاشات وحاجات هنستفاد منها في البيت إن شاء الله. يلا بينا نبدأ حلقتنا على بركة الله. بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.
في ريفيوهات احنا عاملينها في القناة عن الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية، هتلاقوها إن شاء الله موجودة في صندوق الوصف. قوائم بكل نوع جهاز على حدة، بنشرحه بالتفصيل، بنشرح إمكانياته ومميزاته وطريقة تشغيله وكل شيء عنه. طبعا لو أول مرة تشاهدونا يا ريت تشرفونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على وضع الكل وعمل إعجاب للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد عن الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية، ويا ريت الاشتراك في صفحتنا على الفيسبوك باسم كتالوج الأجهزة وقناتنا التانية باسم أسعار الأجهزة الكهربائية. تشرفوني وتنوروني، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.